هو الأعنف على أحياء حمص القديمة، هذا ما يفيد به الناشطون. الآن ضعنا في صورة ما يجري هناك. نعم، لا زالت احياء حمص القديمه تتعرض للقصف، سقطت يعني اكثر من 8 صواريخ بعيده المدى على احياء حمص القديمه، وتبين فيما بعد انها خرجت من مدينه القطيفه في ريف دمشق، وهي ونوعها صواريخ سكود، وانفجارات يعني رهيبه جدا تهز احياء حمص الان، وخاصه باب هود وحي تركمان والحميديه. ووردنا يعني الان في باب عامر الجيش الحر، هناك سطى هجوم مجموعه من الشبيحه الموالين للنظام من قريه عيسون في محاوله يعني لاقتحام المنطقه، لكن تمكن الجيش الحر من صد هذا الهجوم. والان الطيران الحربي يحلق في سماء احياء حمص ورسن والحوله وقلعه الحصن والقصير، ولتكتشف الاخيره قصف طيب على ابو محمد، المنطقه مداهمات الشرقيه وعلى كبيره مدينه لمزارع الميزان. حي دير بعلبه واعتقالات للاهالي، هذه اخر الاخبار الوارده. هل تفرض قوات النظام قبضتها على هذا الحي ام ان هناك اشتباكات لا تزال جاريه بينها وبين عناصر الجيش الحر؟ يعني ارتفع عدد مجزرة دير بعلبة إلى 365 شهيد، والآن يخرج الأمن والشبيحة تدريجيا، ودخلت الآن يعني صباح اليوم الشبيحة لسرقت منازل الحي والمحلات وأحرقتها هذا الصباح. وأيضا هذا الصباح تجري حملة مداهمات تطال وتلاحق المدنيين النازحين من حي دير بعلبة إلى منطقة الزهورية والسعن، وتم اعتقال أكثر من 100 شخص واقتيادهم إلى حاجز المكحل، وتخوف كبير من إعدامات كما حصل أول أمس في حاجز البتروكيمياء في الحي. وهناك يعني النازحين موجودين في حي دير بعلبة يعني الآن يعني هم بدون أغطية وألبسة لليوم الرابع على التوالي، وبدون خبز وطعام منذ تقريبا 4 أيام، وأيضا هناك جرحى. لذلك نناشد كل من يستطيع مساعدة هؤلاء وإيوائهم التوجه مباشرة لهذه المناطق، يعني منذ 4 أيام لا يوجد لديهم لا طعام ولا أغطية ولا ألبسة شتوية، هم تحت الأمطار وتحت البرد لليوم الرابع على التوالي. نعم، أبو محمد الحمصي مراسل شبكة شام، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا.